اكتب بقى المسائل دي عندك عشان نحلها. اول حاجه اكتب المسائل دي عندك عشان نحلها، وبعد كده نبتدي نعملها تشيك. يلا زي ما اتفقنا، طبعا لما اقول 15 ديفايدد 5 يعني هتسال نفسك 5 تايمز كام ايكوال 15؟ لا 5 باي 3. برافو عليك، او كاتب الانسر 3 ماشي. طيب ديفايدد باي 5 3. ايوه. طب ولو 8 ديفايدد باي 2 يبقى كام؟ 8 ديفايدد باي 2 4. صح كده. طيب هتكتبهم عندك في الدفتر وتكتب 3 3. هتكتبهم عندك في الدفتر وتبتدي تحلهم، يلا في كراسة عندك وتبتدي تحلهم. يلا اكتب ورايا بقى عندك في الكراسة هتبتدي تحلهم زي المرة اللي فاتت. بعد ما انت تحلهم هدي لك 10 مينتس كده تحلهم، وهرجع انا احلهم تاني لو في غلط عندك. ماشي.